السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على الذكاء الاصطناعي. هقول له ان انا عايز دلوقتي، ده موقع اسمه اكيو، هقول له اعمل لي نيو فولو، فهو بيقول لي انا محتاج داتا عشان ابدا شغل، اديني التريننج داتا، البيانات اللي انت عايز تشتغل عليها. البيانات دي ممكن تاخدها من تيبل، اي ملف داتابيس، سواء اكسل سواء جيسون او سي اس في، سواء عندك مثلا على موقع سيلز فورس فهتعمل كونكت تاخد المعلومات، او سنو فلو او هاب سبوت او جوجل شيت، تمام؟ اي بيانات، ممكن بيانات تبقى ملايين المعلومات، مثلا عندك موقع جبار ما شاء الله وناس كتير عماله تدخل فيه، فانت ممكن تحلل البيانات ديت وتعرف الناس دي بتحب ايه ما بتحبش ايه، ايه الحاجه اللي لو اتكلمت فيها هتجيب لك ناس اكتر، تمام؟ دي ملفات موجودة، بتبدأ تختار بقى الملف اللي انت عايزه او تعمل ابلود للداتا سيت، هيكون اكسل او سي اس في او جيسون، تمام؟ فبنقول له انا عايز افتح البيانات اللي زي كده، فتقدر ان انت تعملها فيو او تقدر تعملها ريبليس وتستبدل المعلومات لو انت عايز. ده الانبوت اللي من خلالها الكمبيوتر هيتدرب ويعرف القيم ديت ايه المنحنى بتاعها او ايه القيمة، لو احنا مثلا دخلنا في 10 و11 هتكون ايه القيم بتاعتها. فبيقول لي انت دلوقتي هتبدأ بقى بريدكت، عايز تتنبأ بالحاجة، وده التقليدي، ولا عايز تعمل فوركاست، ولا ديتكت انوماليس. طيب هقول له ديتكت، فبيقول لي انت عايز تعمل كرييت للبريدكت موديل، بحيث اي قيم بعد كده ما مش موجودة عنده يقدر يتنبأ بيها. فانا هاجي هنا في البريدكت، ممكن تقول له سيلكت اول، تمام، او تقول له لا ده انا عايز مثلا التايم مثلا بالانجليزي، او بيبدأ يعمل تحليل للداتا كريت بريدكتيف موديل، وده اللي الناس بتستخدمه عشان تعرف العملة هتطلع هتنزل كل الحاجات دي، تمام. تريننج مود، انت عايز حاجة سريعة هتاخد لها ثواني 10 ثواني، ولا عايز حاجة هاي كواليتي ولا جودة اعلى، والحاجات دي كلها كل ما بتديله وقت كل ما بيديك جودة في التنبؤ. زمان كان لازم تبرمج حاجة للتنبؤ لوجود الذكاء الاصطناعي، بس دلوقتي خلص بقت في حاجات جاهزة زي اكيو، فهو بيعمل تريننج نيورال نتورك دلوقتي، بقى في انبوت وفي هيدن لاير عشان معالجة البيانات ديت، وبعد كده في اوت، بس هو هيتعرف على الموديل بحيث اول ما تديله كام جديدة خلاص ما ياخدش وقت فيه ان هو يستنتج الاوتبوت بتاعتها هيطلع كام، وبعد كده بيبدأ يجيب لك القيم التحليليه للاحتمال مثلا الارقام دي تزيد او تقل او يبدأ يعمل تحليل لكل الكلام الموجود ويتنبأ بالقيم اللي بعد كده، وفي مثلا تختار بقى بوزيتيف او تختار ايه، بوزيتيف او نيجاتيف، وممكن تربط بعد كده المعلومات دي باوتبوت زي مثلا زبر. خلاص هو حل الفكرة، فتقدر ترفع أي ملفات، وهو بنفس الطريقة اللي حلل بيها البيانات يحلل البيانات الجديدة. خلاص انت بقى عندك موديل موجود جاهز، أي أرقام هتدخل هيبدأ يتنبأ بالقيم بتاعتها.